احتج اليوم سواق وأصحاب التاكسي بجربة بوضع الشارات الحمراء، وذلك تعبيرا منهم عن رفضهم لإعطاء رخص للتاكسي الجماعي داخل الجزيرة. وعن أسباب هذا الاحتجاج يحدثنا السيد مهني البشوال، المهني وعضو نقابي سابق. مهني البشوال مهني من جربة وعضو سابق في غرفة جينا نوضحوا في الموضوع نتاعنا في الوقفة الاحتجاجية هي المرحلة اللي هي البوندروج كما اتفق فيه بين المهنيين. جينا نعرض المشكلة بتاعنا، عرضناها في وقت سابق على صولة المحلية وعرضناها تو على مستوى ولاية، وإن شاء الله نلاقي القبول. ما رأنا إلا شوية فيها هيك تركوا شيء، لأن الموضوع بتاعنا أخذ يعني مدى طويل، ولو خيال المسؤولين الجهويين ما للأسف يعني لظروف ما وفقوش باش يحلونا. وإحنا تو عودنا من جديد، حطينا كما نقولوا باللغة العامة حطينا على الطاولة من جديد للراحة اللي لقيناها اللي في الإدارة والتفاهم تاع الإدارة وتاع التوجه الجديد. المشكلة متاعنا بسيطة جدا، هي دخول قطاع التاكسي الجماعي علينا في الجزيرة وعدم التكافؤ مع التاكسي الجماعي هذا، النوع الجديد هذا اللي هو صحيح موجود في بعض المناطق تاع الجمهورية ومتمتع به الحرفاء. احنا فهمت لا تخلى علينا النظام هذا تاع النوع هذا تاع التاكسي الجماعي، ولكن للأسف ما كانش فيه تكافؤ مع المهنة متاعنا. احنا العدد نتاعنا متفاقم ومتفاقم برشا مع الزخم الرخص تاع الجدد واللي هم ينشطوا معنا، ولكن الخاصيه نتاع التاكسي الجماعي هذه ما مشتش معنا كل شيء. احنا قاعدين فهمت الله نبصوا في الموضوع هذا باش نحاولوا نتفاداو الركود والركود التام تاع المهنيين وخروجنا من القطاع هذا يعني بصفه يعني كبيره، والتزاماتنا البنكيه والتزاماتنا العائليه والتزاماتنا حتى تجاه حرفاتنا. فهمت الله احنا تجربه عندها خاصيه خاصه، مش الكثافة اللي موجود فيها المسافر والراكب في كامل الجمهورية يعني في مناطق أخرى. نحن الولايات اللي موجود فيها كما سوسة وكذا عندهم محاكم عندهم مسارح عندهم كذا عندهم شواطئ عندهم ميناء عندهم كذا، يعني الحريف دائما موجود وفما إمكانية باش يخدم هذا وهذا. لكن احنا جربة عندنا خاصية خاصة، عندنا منطقة سياحية ومنطقة ميدون وعندنا منطقة البطاحة حمت السوق. إذا هذو ما يغطيهم النقل هذا بشيء 921 رخصة مصيرهم ولا مجهول ومجهول، والضيم اللي شافوه المهنيين على الحاجة هذه خلاهم يتحركوا شيء تحت لواء الاتحاد الصناعة والتجارة وشيء تحت ألوية أخرى، لكن الموضوع يزمع والحمد لله من فضل ربي مجهودات بسيطة وصل الموضوع على مستوى ولاية. وآخر شيء يعني باش ما نطولوش عليكم، وصلنا القاعدة الرسمية إن شاء الله يكون فيها كان الخير يوم ثلاثاء ما يوافق 27 نوفمبر ممثل عن السواق التاكسي في حول الجزيرة. نأكد شوية على بلاغ صوتنا كجزيرة جربة، رانا صوتنا مش قاعد يوصل للسلطات الجهوية كما يلزم، لأن التساهل ياسر ومش قاعدين ينفذونا أكثر من طلباتنا ومش قاعدين يسمعونا معناها كما يلفوا. وأنا نبلغ صوتي زاد لكل كافة السلطات الجهوية معناها يأكدوا على سماع المهنيين مشاغلهم، على خاطر اول من يعرف الداء نتاعه هو معناها اللي يخدم في القطاع هذا واللي معناها يمارس فيه على طول النهار. كما قال احنا رانا 900 تاكسي وانا وكل تاكسي عندنا عليها زوج سواق، معناها كي تحسب عليها 2700 عائله معناها قاعدين يعيشوا من القطاع هذا، معناها يمسوا 2700 عائله في جزيره جربه صغيره كما هذه معناها ماهوش مشكل صغير ولا مش مشكل معناها نتعدوا عليه كيك بصفه معناها تلقائيه. معناها ذا بلغ صوتي مرة ثانية للسلطات الجهوية أنه يلتفتوا الأمر هذا في أسرع وقت، وأنا كما قال نتفاوض ونشوف الحلول الممكنة لجميع الأطراف. شغب ولا دعاتي احنا جربة معروفة، جربة حالنا دائما يعني في حلمها الطيب، معنى الحلم هذا مش معناها يعني الوضعية متاعنا والزخم الموجود والزاير اللي فوق منها والضيافة خيالنا في ليبيا. تصور شكون باش نجم نمنعوه من خدمة التاكسي؟ احنا ديجا حتى كان الشارع الحمراء ماذا بينا ما نوصلولهاش، لكن اضطرينا اضطرار يعني حاجه يعني قصوى جدا، وان شاء الله نوصلوا للفردات هذه مع السيد الوالي نوصلوا الحلول. اما الشارع الحمراء موجوده وما تشاور مع المهنيين، خاطر الكلمه مش لي انا مهني كيف فهمت الله، ان شاء الله نوصلوا الحلول قبل. والموعد هذا مع السيد الوالي احنا معلقين عليه اعمال كبيره وكبيره جدا بسيطه وش تجي شويه نبذل الانانيه نحو الانانيه ونحاولوا نقسموا الادوار ما فيما بينا. هما راهو في مرحله اولى المخيل اللي ينشطوا تو كلهم كانوا في التاكسي الفردي اللي تمتعوا بالرخص اللي كلهم كانوا في التاكسي الفردي، حياتهم المهنيه الاولى كل في التاكسي الفردي هذه، يعني اولادها فهمت لي. ما رعنا هم عملوا مطار الدوله لغيابنا احنا كاطراف نقابيه يعني في الجلسات الرسميه للاسف التو القانون يمنحهم انا باش نكونوا متواجدين باش نتفاداوا الوعده.
صار الامر اللي صار، الولاد وكذا عندهم ملفات قدامهم يتعاملوا مع ملفات، لكن ما يسمعش المهني. وان شاء الله تفادوه هذه في مراحل سابقه، كان يسمع المهني في اللواج وفي التاكسي يعطيه معطيات اخرى، يولي يتبصر اكثر، وما نطيحوش احنا في الانزلاق هذا. والمعادله كما قلت لك احنا 921 تاكسي، اذا يدخل علينا السيركوي هذا فهمت لا، راهو وعندنا التزامات بنكيه وعندنا كذا وعندنا عائلات كجورتنا، وهم كذلك ما طلبناش الاقصاء، الحلول بسيطه طلبناها، يا يتفضلوا معنا تاكسي فردي مرحبا باش يتمسكوا، بقول لك احنا اونجاجي سيارات كبار وبنوك وشيء، لهم الحق في ذلك ونعذروهم، خاطر تعدينا منها، احنا كنا اشتراها بالبنوك وكنا ليزي، وكان يهز يديهم والله لا عاد واحد يجي تاكسي. احنا اللي عنده سياره كبيره مرحبا به خويا تفضل، مع الخيان ولايه وما فوق، وتفضل الحلول موجوده ويخدم على روحه، يحب تاكسي فردي مرحبا به كذلك، يعني الامر بس شويه نبذوا يعني ونخلوا الخاصيه تعجل وتبقى موجوده. وكلهم جرابه وكله خيان، واحنا ما عندناش شكل الفرقه، وكل ولاد مهني، او الكلمه صحيحه. ما نحرمهم لا يحرمونا. شكرا. اما يا خويا